الراجل والست ايد واحده مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رساله واحنا هنا في برنامجنا ضد الرجاله بنعرض معاناه الست مع اشباه الرجال آه، تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي دلوقتي المشهد اللي احنا اتفرجنا عليه اللي كان على الشاشه من شويه طبعا كلنا آه لما الفيلم ده اتعرض آه افتكرنا ان المشهد ده مشهد تمثيلي آه يعني فور فن دعابه هزار كلنا ضحكنا وكلنا هزرنا عليه وخدناه ان هو مجرد هزار مش اكتر المشهد ده مش مجرد هزار والمشهد ده منتشر دلوقتي على الساحه ومنتشر في علاقات كتير قوي وموجود على السوشيال ميديا وموجود في الواقع وموجود في علاقات زوجيه وموجود في علاقات محرمه المشهد ده بيعرض حاجه اسمها اضطراب الشخصيه المازوخيه اضطراب الشخصيه المازوخيه اللي بيكون فيها الرجل المازوخي هتقولوا يعني ايه الرجل المازوخي او يعني ايه اضطراب الشخصيه المازوخيه بنشوف بنات كتير قوي بتبقى لسه مقبله على الجواز اول ما بتبدا تتخطب او او خلاص بيبداوا ان هما يتكلموا مع بعض بشويه حاجات يبداوا يفهموا بعض في العلاقه الزوجيه بيبدا هو هنا بعض الكلمات بنفهم منها ان الشخص ده مازوخي ولا لا انا عايزك انت الملكه انت اللي تسيطري عليا انت كلمتك هي اللي تمشي انا عايزك انا واهلي هنبقى تحت امرك وتحت جزمتك عامليني كان العبد بتاعك وانت الملكه انا موجود بس عشان أه انفذ اوامرك ولو وصل الموضوع ان انا غلطت وهتعذبيني عذبيني وانا هكون مبسوط وتحت امرك كل الكلمات دي هنا بتقول لنا ان الرجل ده عنده اضطراب شخصيه مازوخيه طبعا بنات كتير قوي بتتفزع من المعنى ده بنات كتير قوي ما بتبقاش فاهمه يعني ايه وبعد ما بتبقى مكونه هاله كبيره للزوج المستقبل اللي هي تتجوزه او حبيبها او الشخص اللي هيشاركها حياتها بتبدا الصوره دي تتهز يعني هي خرجت من بيت راجل عشان تروح بيت راجل يبقى مسؤول عنها فالمعروف ان الراجل لازم يبقى اقوى من الست فيعني ايه تذلك ويعني ايه انت عبد ويعني ايه انت الكلب بتاعها وتوصل لفظ بالحرف كده انا الكلب بتاعك وبنشوف طبعا دلوقتي مثال ده كتير على السوشيال ميديا في رسائل الانبوكس والأزر. انا عايز اكون خدامك انا عايز اكون عبدك يا ست هانم انا عايزك تعذبيني انا عايزك تضربيني بالكرباج كل ده بنشوفه في رسائل الانبوكس مش بس في العلاقات الواقعيه طيب البنت هنا اللي بتتحط في موضوع اضطراب الشخصية المزوخية اول حاجة خلينا نعرف ايه اسبابه او ليه الراجل ده بيبقى مزوخي او بيمثل الشخصية المزوخية اول حاجه الرجل ده بيكون اتعرض منذ الصغر لعنف اسري كانت الام دايما بتمارس عليه اساليب التعذيب والضرب والاهانه فده ادى ان هو فقد السيطره على شخصيته ما يقدرش يعبر عن رايه آه ما بقاش عنده ثقه في نفسه بقى شخصيه مهزوزه فبقى يتلذذ بالتعذيب ده وبقى خلاص هو ده المعامله المثلى بالنسبه له عشان يعيش دور الضحيه تاني حاجه بيكون الطفل ده الراجل ده وهو طفل اتعرض ل الاذى الجنسي سواء الاغتصاب او آه ما شابه ذلك بنشوفه طبعا وكلنا فاهمين الجزء ده. ثالث حاجه بتكون العنف الاسري الاب ضد الام هو دايما بيشوف الاب بيمارس العنف على والدته بيضربها وبيهينها وبيعذبها فطبعا الاطفال لما بيشوفوا ده تعاطفا مع الام بيبدا يتزرع جواهم احساس ان هم عايزين يحسوا نفس الاحساس اللي امهم حاساه اللي هو احساس الضرب والاهانه والشتيمه ويعيشوا دور الضحيه تعاطفا ومع امهم او مع والدتهم ان هي طبعا بالنسبه لهم بي 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 بيوقع عليها احساس الظلم هنا الطفل ده بيكبر بيكون عنده اضطراب الشخصيه المازوخيه اول حاجة هو بيتلذذ بده ما بيقدرش يعيش غير كده بيبقى مبسوط جدا لما بيتهان حتى في محيط العمل آه لما مديره بيهينه او بيشتمه او اصحابه يمارسوا اساليب القهر عليه ان هم يدوله شغل زيادة هو هنا بيحس احساس ودايما تلاقيه المزوخي حاسس احساس الضحية هو دايما ضحية دايما كثير الشكوى ده بنفهم كل العلامات دي بتقول ان الشخص ده مازوخي مش الشخص ممكن يكون شخصيته قويه جدا في شغله والناس شايفاها هاله كبيره قوي بس مجرد ما بيتقفل عليه باب البيت هو ومراته او هو وامه او هو اي شخصيه معاه موجوده في البيت سيده بالذات بيبدا ان هو يطلع الطاقه بتاعته او الحب الذات بتاعه ان هو يكون عبد او خدام او كلب للست اللي معاه او لامه هنا في المشهد اللي شفناه بتاع الفيلم آه فيلم خمسه آه كان الشخص كان الفنان كان طالع في الفيلم ده شخصيه قويه جدا وشخصيه ذو آه قيمه اجتماعيه وكان في منصب حكومي معين فاول ما البنت دخل الاوضه مع البنت هنا كل حاجه تهدد وطبعا كلنا شفنا المشهد ده صرخ في وشها لان هو هي هنا لما بتعامله باحترام ده بالنسبه له هو بيشوفه اهانه هنا لا تختفر أنتي مش فاهماني وبيبدا يتعصب ويخرج عن شعوره لان يعني مش ده اللي هو عايزه مش ده الكيان اللي بيلاقي نفسه فيه ومش ده الكيان اللي بيتلذذ بيه طيب البنات هنا بقى بيسألوا لو انا بحب واحد واكتشفت ان هو عنده اضطراب الشخصية المازوخية اعامله ازاي لو انا مش قادرة اعيش من غيره، لو انتي هتقدري تنهي العلاقة دي الافضل اللي انتي تنهيها لان مش هتقدري تتعاملي فيها لو انتي عندكيش الجزء ده، هنقول في ناس كتير اوي بتقول ان الستات هما اللي بيبقوا دايما شخصية مازوخية او الست دايما اللي بتتعذب او بتتضرب في العلاقة الجنسية، لا متعارف طبعا ان الستات في جزء كبير منها كده لان طبعا الراجل معروف هو اعنف من الست ده الطبيعي لكن الراجل لما بيقع في ست بتحب التعذيب او بتتلذذ بالتعذيب ان هي تعذب وتعذب هنا بتبقى العلاقه دي اسمها سادو مازوخيه هي ساديه وهو مازوخي تمام طيب لو انت مش سادية ومش هتعرفي تتعاملي في العلاقه دي وبتحبي الشخص ده وعايزه تكملي معاه او مش قادره تستغني عنه هقولك لك طريقه التعامل اللي تقدري تتعامليها معاه اول حاجه ما ينفعش لازم تحافظي على الخصوصيه بتاعته وما ينفعش ان انت تفضحي سره او تتكلمي عنه باي حاجه تخص الموضوع ده مع اي حد من عيلته او من اهله او من اصحابك او من اهلك لازم تحافظي على السر بتاعه وعلى الخصوصيه دي نمره واحد تاني حاجه لازم دايما دايما تنمي جواه احساس ان انت بالطريقة دي بتأذي نفسك والطريقة دي ممكن توصلك لعنف هيأذيك ويأذي اهل بيتك ويأذي, ويأذي ولادك بعد كده فلازم تتعالج لازم اتعالج مش عشان انا مريض عشان انا عندي اضطراب لازم يروح لحد متخصص تالت حاجة ودي المهمة اوعي ثم اوعي ثم اوعي واياكي ان تمادي معاه او تكوني انت الشخصية القوية وتنفذي اللي هو عايزه او تمثلي له المتعة اللي هو محتاجها وتجريف ده لان انت كده هتبقي بتزرعي جواه وبتنمي جواه اكتر احساس المازوخية والحالة هنا هتسوق هتوصل لدرجة المازوخية العظمى اللي هي التعذيب لدرجه ان ممكن يطفي السجاير في جسمه لدرجه ان هو في إن هو فيه ناس بتجيب الدبابيس وتزرعها في جسم الزوجه لدرجه ان هو ممكن يجيب حاجات حاده ويبدا يشرد جسمك بيها كل ده اضطراب شخصيه مزوخيه بس هي درجات انا بكلمك ان دلوقتي لو انت نميتي الاحساس ده هيوصل للدرجه للدرجه العظمى اللي انت اوريدي مش هتعرفي ساعتها تتعايشي معاها وهتوصلي للتعذيب وساعتها هتتعبي جدا آه الاخيره بقى ان انت تسعديه دايما وتقولي له انت راجل وليك شخصيتك وانا بحبك وعايزاك انت اللي تكون مسيطر في العلاقه وده الطبيعي وما ينفعش تكون كده وتنمي دايما احساس الحب جواه لمفهوم الرجوله الطبيعي لان في سبب كمان انا نسيت اقوله لكم ممكن ما يكونش هو منذ الصغر كان عنده ده بس ممكن يكون آه في فتره المراهقه كان بيتفرج على افلام جنسيه معينه فبدأ يبقي ليه ميول واتجاهات وعايز يجرب وعايز يشوف فالزرع جواه ده فبقي هو ده اللي بيمتعه تليها اسباب كتير جدا ولازم يلجا من متخصص وطالما هو عنده احساس او عنده آه، تصميم وعنده إرادة إن هو يتعالج ويبقى شخص كويس متابعته مع آه مت، مع حد متمرس أو حد أخصائي نفسي خاص بالجزء ده هيتحسن كتير جدا وهيتعالج كده أنت هتبقي ساعدتي وهتبقي قدرتي إن أنت توصلي بالعلاقة بتاعتك بيه لو بتحبيه لبر الأمان وصلنا دلوقتي لآخر حلقتنا في ضد الرجالة وما تنسوش اللايك والشير وتابعوني على المنصات اللي هتظهر عندكم على الشاشة دلوقتي